هذا سائل يقول: ما الرد على شبهة البناء على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وقد نهى رسول الله؟ يا إخوان، ما بني على رسول الله ولا على أبي بكر وعمر، إنما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية أن الغلو فيه، لأنه لو دفن مع أصحابه بارزا لتقاتل الناس عنده، فهو دفن في بيته حماية له. قالت عائشة رضي الله عنها لما روت حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهو دفن في بيته حماية له من الغلو، لا يراه أحد ولا يدخل عليه أحد، حماية له صلى الله عليه وسلم. دفن معه أبو بكر وعمر تكريما لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبهم حبا شديدا، فدفنوا معه رضي الله عنهم. نعم.